والدي بالدي وصل لحد فين وكارفخال واقف فين. انا ليه اركز معايا على مندي؟ مندي هنا بيعمل السكاننج وبيبص في ظهره لمح كيسي جاي من ظهره. طيب وضعه التشريحي بتاع برشلونه وريال مدريد كلاسيكو الارض، دايما برشلونه بيظهر قدام ريال مدريد ان هو مستأسد بعكس تصريحات انشيلوتي. انشيلوتي قال لك هنلعب كالاسود في مباراه برشلونه. المباراه كانت بالنسبه للمدريديين ان هي طوق النجاه، ان هم كانوا عايزين يرجعوا ويقلصوا الفارق من 9 نقاط ل6 نقاط، وللاسف انشيلوتي اخذ ريسك كبير في اخر المباراه علشان يزود الفارق من 9 نقاط ل12 نقطه. ايه اللي حصل في المباراه وايه سبب الخساره؟ اقول لك انا ايه سبب الخساره. المباراه بدات بتشكيل من اكزافي وتشكيل من انشيلوتي واقعي جدا، ان هم دايما بيلعبوا بالتشكيلات دي ومفيش اي تاليف في التشكيلات. المباراه بدات بتكتك عالي من الفرقتين وهم دايما خايفين على المباراه، اكزافي خايف على المباراه وانشيلوتي كان خايف على المباراه. وفي كره من كرات المباراه فينيسيوس جونيور بيلعب الكره بالعرض عشان تخبط في اروخو وتعمل عمليه فالدكشن وتغير اتجاهها وتسكن شباك برشلونه علشان اكزافي يغير مجريات المباراه، وبكره من سكند بول قدر سيرجيو روبرتو يحرز الهدف الثاني. لحد ما نوصل للشوط الثاني وهو شوط المدربين، معدلات الجري ابتدت تقل، مساحات ابتدت تتفتح اكتر، الخطوره ابتدت تبقى زياده، الريسك من الاثنين المدربين ابتدى يزيد. لحد ما ابتدى انشيلوتي في نص الشوط الثاني يلعب بالاوراق اللي موجوده عنده على دكه الاحتياطي. نزول سيبايوس وخروج لوكا مودريتش وتشاوميني والكارثه مندي هو اللي كان سبب في الخساره، وهشرح لك بفيديو هعرفك ليه سبب الخساره مندي. بالناحيه الثانيه نزول كيسي كان مهم جدا بالنسبه لكزافي ان هو يزود في مباراه التمرير اللي جوه وان هو يكمل في عمليه الزياده العدديه الهجوميه. انا معاك كانشيلوتي انك انت تشتغل بسيبايوس لان معدلات الجري عند مودريتش قلت شويه. طيب تشاوميني تمام هيأمن العمليه الدفاعيه في نص الملعب. نزول رودريجو وفينيسيوس جونيور كان ناجح جدا في عمليه المجاوره، ان احنا النهارده مش عارفين نستفاد من فينيسيوس، فانشيلوتي قال لك ايه؟ قال لك انا هنزل رودريجو ان هو يعمل عمليه المجاوره بينه وبين فينيسيوس جونيور ويبداوا يخترقوا من ناحيه اروخو اللي دايما قافل على فينيسيوس جونيور بمرات التمرين ومرات التصويم. بس مندي مش هو الحل، مندي عامل كوارث كتيره، مندي عامل كوارث في مباراه فياريال قبل كده، يعني عنده رصيد سلبي بالنسبه لنا. طيب انت النهارده مندي حتى لما بينزل في الماتش ويدخل في مجريات المباراه كان قدامه اقل حاجه ربع ساعه، وهي دي الربع ساعه اللي كانت موجوده اللي نزل فيها مندي. نزول مندي كان سبب في مشكله برشلونه. اقول لك ليه؟ مندي لما نزل الشوط الثاني وطلع ناتشيو، الكوره اللي جت منها الهدف كان مندي واقف في الزاويه العكسيه وكان دايما متدرج مع الكوره ومنسق مع الكوره وشايف الكوره، مش بص على اللاعب اللي جاي من الزاويه العكسيه اللي هو كيسيه. بالظبط كيسيه جه دخل وبوضع تشريحي سمح له ان هو يلعب الكره في الزاويه العكسيه علشان يبقى هدف لبرشلونه وهدف الثاني ويقدر يخرج من المباراه وفرق النقاط يزيد من 9 نقاط ل 12 نقطه وقدر اكزافي يقول كلمته. تعالى معايا كده هشرح لك ايه سبب الخساره وايه سبب الهدف الثاني لبرشلونه. هنا كارفاخال عمليه الارتداد بتاعته ما كانتش افضل حاجه. ليه؟ هنا بالدي بيحاول يكسب المساحه اللي في ظهر كارفاخال اللي هو سايبها بسبب زياده عاليه. بالفعل بص بالدي وصل لحد فين وكارفاخال واقف فين، تمام كده؟ بالدي هنا قلت لك بيكسب المساحه اللي في ظهر كارفاخال اللي سايبها له، وهنا دخل موقف 2-1. بالفعل بالدي بيعمل زياده عاليه، ركز معايا على مندي. مندي هنا بيعمل السكاننج وبيبص في ظهره لمح كيسي جاي من ظهره. طيب وضعه التشريحي بتاع مندي هو افضل حاجه؟ لا، هنا وضع التشريحي بتاع كيسي كان ناجح جدا ان هو يحط الهدف الثاني لبرشلونه، وبكده برشلونه يخرج بالمباراه، وده كان السبب الرئيسي في خساره برشلونه. انا شايف تغيير مندي كانت فيها مشكله كبيره بصراحه، كنت عايز اشوف ناتشيو موجود لحد اخر المباراه. لو الفيديو عجبك اعمل لي لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.